مساء الخير. غيرت جلسة الرئيس في موازين الأرقام فسجلت ارتفاعا في نسب لا تصنع رؤساء، لكنها تدفع لاحقا باتجاه اللعب على المكشوف. فميزان المرشح ميشيل معوض رفع حاصله من 36 إلى 42 نائبا ممهورا بصوت كان نسبه إلى الثائرة الإيرانية مهسا أميني. وبتحصن معوض وراء بيادق 42 كان التغييريون يحظون بزيادة الوزن ويسجلون 17 صوتا لصالح شعار لبنان الجديد. ولأجل لبنان أصبح نواب التغيير والمستقلون والسياديون أمام ضرورة التنسيق لفرض المرشح الذي يحظى بالتوافق فيما بينهم أولا قبل أن تتم مناقشته مع الخصوم. وسواء اختاروا ميشيل معوض أو أي اسم قابل للتسويق والنقاش، فإننا سنكون أمام جبهة تفوق 60 نائبا بقليل قادرة على بدء التفاوض وإن في عهد الفراغ. قد يسميها البعض لعبة ديمقراطية، وآخرون يرون فيها مسرحية في العرض الثالث، لكننا أمام عروض انتخابية مقبلة تحتم القراءة في الأرقام والشعارات المرفوعة انتخابيا في الصندوق للبناء عليها وتثميرها بهدف استخراج الرئيس من بلوكات سياسية محكمة. وإذا كانت جبهات القوات والاشتراكي والكتائب والسياديين والتغييريين قد ذهبت إلى خيارها سواء بمعوض أو بشعار لبنان الجديد، فإنها بذلك ألزمت قوى الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر بالكشف عن طبطها وإعلان مرشحها الهارب في ورقة بيضاء والمتسلل في كل مرة من جلسة الدورة الثانية معطلا الانتخاب بالنصف زائد واحد. وما دمنا في عرض مسرحي رئاسي متواصل فليكن الفصل الرابع بأداء ممثلين محترفين يطرحون اسم مرشحهم لتبدأ المنازلة اسما باسم وتحدي بتوافق وشياطين على تفاصيل إلى أن يتم فرض التفاهم وإنتاج رئيس يحد من حكم الفراغ. هاتوا أسماءكم إلى الصندوق وتخلوا عن لعبة طاقية الإخفاء بأوراق بيض تسود صفحات الانتخاب أو تسود صفحات الانتخاب وتلجأ إلى ألعاب الخفة لتطيير النصاب. وإذا كان رئيس مجلس النواب ضنينا على الأيام العشرة الأخيرة من مهلة الانتخاب فإن خطر الفراغ يحتم عليه فرض الإقامة الجبرية على 128 نائبا وفتح جلسات السجن الجماعي ومنع عمليات التسلل والهروب إلى أن يتم القبض على رئيس للجمهورية في الصندوقة الخشبية. أما انتظار تحرير اسم الرئيس من دول لاعبة على أوتار إقليمية ودولية ومحلية فإن الفراغ سيحكم مؤبدا. وحيال انتظار نتائج طعون المجلس الدستوري فالدفعة الأولى التي صدرت اليوم خيبت آمال المراهنين على تغيير عداد الأكثريات والأقليات. 5 طعون طعنت بالتوقعات والتحليلات وتم ردها وتثبيت مقاعد النواب المنتخبين، ونحن إذن أمام استبعاد تغيير موازين القوى بطعن دستوري، وأيضا أمام انتظار قرارات دول لديها ما هو أهم من واقعنا، ما يدفع نحو تجرع الكأس المرة والتقدم بجرأة نحو ترشيحات جادة تخرج الرئيس من الأسر السياسي.